هاي ادم، عامل ايه؟ الحمد لله كويس. بما اننا معاك في كواليس مسلسل امبراطورية ميم، احنا دلوقتي هنعمل امبراطورية ادم. اول 3 قوانين هتحطها كامبراطور. مش هخلي اي حد يخالف اي حاجة، وهخليهم كلهم يمشوا على انا بقوله. مين من ابطال المسلسل هتاخد رأيه في كل قرار انت بتاخده؟ مختار اللي هو استاذ خالد، عشان بحس ان هو جنبي طول الوقت. طب مين اللي هيبقى دايما معاك في كل حتة؟ هي من اللي هي منى احمد زاهر. هتبقى عايز المكان بتاع الامبراطوريه بتاعتك فين، على البحر ولا على جبل؟ لا انا عايزه بحر، عشان بحب اعوم كده. ايه قانون هتحطه عشان تعاقب الناس لو حد غلط؟ هتقتله. مفيش حاجه في النص؟ لا احنا مش هنسمح اي حد. طب هتختار لغه واحده هي اللي هتبقى اللغه اللي بتكلموها في الامبراطوريه كلها، هتبقى لغه ايه؟ العربي. طب احنا بنتكلم عربي طول الوقت، احنا مصريين متعودين نتكلم عربي، فمش هنغير حاجه. قول لنا ايه اكتر 5 اكلات انت بتحبهم عايزهم يبقوا في الامبراطوريه؟ المكرونه البشاميل، الباميه، واللحمه برضو، والسمبوسه. لو هتختار يوم يبقى الاجازه الرسميه بتاعه الامبراطوريه غير جمعه والسبت؟ الحد. مش عايز يبقى اجازه كده يوم في نص الاسبوع. احنا كده خلصنا اول فقره اسئله. تاني فقره بقى هسالك حاجات برضو هتبقى في الامبراطوريه، بس بشرط واحد، لازم تجاوب من اول حرف من اسمك اللي هو الالف. مين المغني الرسمي للامبراطوريه؟ احمد سعد. البلد اللي الامبراطوريه هتبقى فيها؟ المانيا. شعار الإمبراطورية، كلمة اللي هتوصف الإمبراطورية بتاعتك؟ الألف. هو حرف الألف. هو حرف الألف؟ هي ده الشعار بتاعك. طب لون علم الإمبراطورية؟ اسود. الشغلانة اللي هتبقى مميزة جدا في الإمبراطورية بتاعتك؟ لا دي بقى مش سهلة، ثاني. استشاري أطفال. أكل الرسمي؟ أرز. حيوان لو الناس ربته هتاخد أجازة من الشغل يوم زيادة في الأسبوع؟ أسد. لو عملوا لك تمثال في الإمبراطورية هيبقى شكله عامل إزاي؟ طيب هعمل كده. شكرا يا ادم. على ايه؟ انبسطنا قوي. انا كمان.